قسما بالله الا ما عندي ولادي تقاشر ما عندهمش في رجلهم، ما جابرين حتى باش يلبسوا، ما جابرين حتى صندالة الميكا ما يديروا في رجلهم، ما عندهمش شي بعد راه كندير غير الكاكالي خاوه فوق القوطه وكيجي لي الصغار كيقول لهم ماما راه كاين الجو، كنقول له دابا هو طاب دابا هو طاب، شي بعد ما حتى كينعس قسما بالله العلي العظيم هو ربي فوق مني، كنبقاو يومين بلا ماكله، شي بعد ما كنجبرش ما كنجبرش باش نشريها، وعندي لها العيال صغار في الضيقة وأنا بيدي في الضيقة، كل واحد دوا ديالنا بوحديتو، عندي العيال الصغار عندو الدوا ديالو غالي كاين شي 60 فرنك، أنا هي قسما بالله ما عندنا شي حتى ضغط، عندي 4 مناطي سرقوا لي 2 في الدرب وخلاو لي 2، عشر عام وانا مجوجة، دابا هادي عامين باش مات الراجل ديالي، خلى لي 2 ديال الوليدات، عندي العيل عنده 11 عام ونص وعندي العيل عنده 6 سنين، مي مات الراجل ديالي عامين دابا وانا كنخدم عليهم في القهاوي في المطاعم، كنعمل الميناج كنخدم في الديور فين ما جابتها كنخدم، كنمشي نخدم وكنخلي وليداتي بوحديتهم في الدار، هما كيعتمدوا على راسهم فاش كنمشي انا نخدم، وكنجي عاوتاني عندهم، من جهة الوباء هذا وحنا جالسين من الخدمه، دابا هذه المده ديال 5 شهور وانا جالسه غير لا جابتها هكايا شي خدمه في شي دار ولا شي حاجه، ما جابتها شي انا جالسه في الدار، وعليا الكرا دابا طالع عليا هذه 5 شهور انا ما كنخلصش الكرا، الحمد لله مول الدار بعدا جبرتو ولد الناس مسكين صبر عليا، ما عمره ما قال لي خرجي بحالك ولا حتى شي حاجه، صبر معايا مسكين، هو كيعاونني كتجيبه كيعاوني هو في الدواء ديال ولدي، هو كيقول لي مسكين خصك شي حاجه اجي لعندي، وليني انا ما كنبغيش نمشي عندهم دابا ساعه، هذه 5 شهور انا جالسه، 5 شهور انا غير مع المحسنين في الدرب، انا هذه دابا 8 سنين انا ساكنه في الدرب هذا، ولادي كبروا هنايا، الناس كتعاطفوا معايا غير في الدرب هنايا، كل واحد واش اللي كيعطيهم، شي بعد مره كنبقاو يومين قسما بالله العلي العظيم هو ربي فوق مني، كنبقاو يومين بلا ماكله، غير اللي عملنا ديك بجرد اتاي ولا هذا وكياكل الخبز حرفيه، وشي بعد مره ما كنجبرش ديك الخبز ما كنجبرش باش نشريه، قسما بالله ربي شاهد على هاد الشهاده اللي كنقول، شي بعد مره كندير غير الكميله خاويه فوق البوطه وكيجي العيال الصغير كيقول لماما راه فيا الجوع، كنقول دابا هو طاب دابا هو طاب، شي بعد مره حتى كينعس، مازال العيال الكبير شويه راه كيتفاهم، وعندي انا العيال الصغير فيه الضيقه وانا بيدي فيه الضيقه، كل واحد الدواء ديالنا بوحديتو، عندي العيال الصغير عنده الدواء ديالو غالي كيعمل شي 60 فرنك باش كيعمل، حيت عنده شي 3 ديال الروابز وعنده الباستيات وعنده قطره، عنده بزاف ديال الدواء، ها هي الورقه ديال الدواء، هي هذه هي الورقه ديال الدواء، بحق انا ما كنشريلوش هادشي هذا كامل، ودابا يلا 5 شهور هادي باش عملت له 3 ديال العمليات، خرج له المخرج ديالو، وغير المحسنين في الدرب هذا نيت هما اللي عملوها له، تكلفوا به شي ناس مسكين مساك الله يرحم لهم الوالدين عملوها له في الكلينيك حيت خرج له المخرج ديالو كامل، الناس مولي تكلفوا به وعملوا له هادشي هذا، قسما بالله الا ما عندي ولادي تقاشر ما عندهم شي في رجلهم، ما جابرين حتى باش يلبسوا، ما جابرين حتى صندالة الميكا ما يديروا في رجلهم، ما عندهمش، إلا كنت كنكذب ولا شي حاجة أنا كاريا غير بيت، أنا هي قسما بالله ما عندنا شي حتى ضغط، عندي 4 المناطي سرقوا لي 2 في الدرب وخلاو لي 2، قسما بالله العلي العظيم إنما سرقوا لي 2 المناطي، سرقوا لي الطلامط وسرقوا لي كل شيء وخلوني غير عريانة، دابا عندي العايل قسما بالله كيتغطى غير بمنطة وحدة وماشي تغليطة غير رقيقة، ولادي كيجيو من الجوع قسما بالله العلي العظيم ما كنجبرش ما نعطيهم، شي بعض المرة كاين يجبروا الخبز حرفية هكايا كياكلوها، بعض المرة ما كيجبروا حتى شي حاجة كيبقى يبكي وحتى كينعسوا، شي بعض المرة كيدقوا غير على الجيران كيقولوا لهم حنا فينا الجوع، شي جارة هكا كدها لهم خبيزة بالشوكولاط ولا شي حاجة وكتعطيها لهم الجيران حدايا، هما بعض المرة كيبقى يتعاطفوا معاهم، ما كيقراوش دابا هما مدخلين في المدرسة قسما بالله العلي ما كيجبروا ما يلبسوا باش يمشوا للمدرسة، قسما بالله العلي العظيم ما عندهمش حتى سناطل في رجلهم باش يمشيو، عندي العايل كيقرا دابا في الثالث معاود 3 سنين، عندي العايل دابا في التحضيري ما كنديهمش للمدرسة حيت ما عندهمش ما يلبسوا،
ما عندهمش المحافظ الكتبه، عندهم الكتبه حيت كيعطيهم لهم في المدرسه، المحافظ ما عندهمش، ما عندهم ما يلبسوا في رجلهم، ما عندهم ما يلبسوا. انا كنطلب من المحسنين، بغيت غير نقري وليداتي، بغيت غير نوكلهم، انا ما طالبه حتى شي حاجه، انا طالبه غير اللي يعاون لي وليداتي، بغيتهم يقراو، ما بغيتهمش يضيعوا، ما بغيتهمش يتشردوا في الزنقه، ما بغيتش يكون المصير ديالهم خايب بحال اللي دوزت فيه انا، بغيت ولادي يكونوا احسن مني، بغيت ولادي يقراو حتى هما، بغيت ولادي حتى هما يتعلموا، كيقيلوا غير انايا في الدرب كيلعبوا. انا كنطلب من المحسنين ومن الله سبحانه وتعالى اللي عاون لي غير وليداتي، انا بغيتهم يقراو، بغيتهم حتى هما يكونوا مزيانين، بغيتهم حتى هما يمشيو للمدرسه بحالهم بحال الناس، بغيتهم حتى هما يعيشوا مزيان. ما كان جبار باش نشري لهم حتى الخبز، قسما بالله كتخوى لي البوطه الا ما تفرضوا لي شي جيره نعمروها لي كتبقى تما يا خاويه، ملا مول الدار بيدو الا ما بشي بعض مره هو كيجيب لي الخضره وكيصيفط مع ولادو كيقول لهم ديوها للعيال. انا كنحمد الله وكنشكره ولاني هادشي رانا تقهرت وعييت ولا قنطه تحت يد ربي، بالحق هادشي هذا راه هو ديال الدوام، الكرام مجموع عليا وانا ما لاقيه لا خدمه لا والو، ما لاقيه ما نوكل ولادي، ولادي عريانين، انا كنتمنى غير نخدم غير على وليداتي ونعاونهم. من كنطلب منكم اللي عنده شي خدمه يعاونني بها، انا باقا حتى واخا مريضه باقا الصحه ديالي، باقا نخدم على وليداتي وباقا نجيب لهم حتى انا ما ياكلوا. انا كنطلب من المحسنين اللي عنده شي خدمه في الديور في اي حاجه فاش ما كان بالحلال، انا مستعده نخدم على وليداتي حيت انا ديما كنخدم عليهم وربي هو شاهد على هادشي انا اللي كنقول. خوتي الحاله اللي شفتوها كما كتشوفوا حاله يرثى لها، يعني حاله مدقدقه الى اقصى درجه. انا هو السيد اللي كاري لها المحل، واش نقول لكم اخوتي، يعني تحت الزيرو، ماشي نقولوا الزيرو، الزيرو راه فيه شويه ديال الضوء، تحت الزيرو السيده راه ما كتلقى ما تاكل ما تشرب، ما عندها ولادها لا لباس لا غطاء لا حتى شي حاجه، يعني حاله يرثى لها. اللي يقدر يعاون السيده يعاونها في سبيل الله، هذه شهاده لله سبحانه وتعالى. حنا دابا راه الدريه راه من الصغر ديالها هي عايشه في هذه المنطقه وعارفين المسائل اللي كاينه كامله، راه توفى الراجل ديالها وخلى لها جوج وليدات يتامى، واحد 10 سنين وواحد راه تقريبا قيل 5 سنوات. واش نقول لكم اخوتي، زعما اللي يقدر يتعاون معها في سبيل الله يتعاون معها، راه بوبريه لا صحه لا حتى شي حاجه، هي مريضه بالضيقه، دابا ساعه كنعيطوا للبونونسيه كتهزها، والولد ديالها الصغير كسر عاوتاني ازماتيك، دابا ساعه الرابوز دابا ساعه الدواء. وبعد المره شنو نقول لكم، انت بالقوه الجوع اللي كيجيون ولادك كتبقى تنوض تقلب تدوق على الديور. اخوتي انا فيا الجوع، ولادي فيهم الجوع، ما عندهم ما ياكلوا، يعني بوبريه زعما اللي يقدر يتعاون معها يعاونوا في سبيل الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.